تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، أمريكيون ضد الحرب، غزة 2024. بغض النظر عن استمرار أو جمود الحرب في غزة، بغض النظر عن الوصول إلى اتفاق جزئي أو كلي، إلى هدنة محدودة أو إلى سلام دائم، إلا إن حرب 2023-2024 جديرة بالتوقف أمامها والتحليل دائما. 6 شهور من الحرب العدوانية الإجرامية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. بعد 6 شهور لقينا إنه أكثر من 30,000 شهيد وأكثر من 70,000 جريح ومصاب وعدد آخر من المفقودين. 100,000 فلسطيني ما بين قتيل وجريح ومفقود. 6 شهور من الدم، نصف عام لم يرى العالم مثله منذ الحرب العالمية الثانية. تهجير قسري، إبادة جماعية، تدمير لكل شيء، البشر والحجر، كما رأينا في 6 شهور الأولى من حرب غزة 23-24. الشعب الأمريكي في البداية كان منحاز تماما لإسرائيل إلا قليل، بعد كده بقى أغلبية الأمريكيين ضد الحرب على الشعب الفلسطيني. والاستطلاع اللي عمله معهد جالوب وغيره كله وصل إلى أنه أكتر من نص الشعب الأمريكي أصبح ضد الحرب، وبالنسبة للديمقراطيين 75% تقريبا من مؤيدي الحزب الديمقراطي ضد الحرب، وشايفين يجب إيقاف تسليح إسرائيل، لأن الرئيس بايدن في هذه الحرب حمى إسرائيل بقوة، أيدها بلا حدود، مش بس عسكريا وإنما دبلوماسيا في مجلس الأمن. 3.5 مليار دولار مساعدات عسكرية أثناء 6 شهور، بالإضافة إلى تسليح جاء من أمريكا، بالإضافة إلى سلاح من المخازن الأمريكية الموجودة في إسرائيل. السلاح والسياسة الاثنين مع بعض، أمريكا لم تدخر وسعا في دعم إسرائيل عسكريا وسياسيا. لكن جوه المجتمع الأمريكي والمؤسسات الأمريكية كان في غضب بيتصاعد. الغضب ده كان في البداية قليل، إنه بدأ يزيد ويزيد، وشفنا إن في 6 شهور الأولى للحرب لقينا إن في 2 من قيادات وزارة الخارجية الأمريكية استقالوا، 2 من أعلى المناصب في الخارجية الأمريكية استقالوا احتجاجا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة. كمان لقينا إن رئيس بايدن لما بيروح أي مكان أو أنتوني بلينكن يروح أي مكان بيلاقي إن في كتير من الناس بيعترضوا على محاضراتهم أو على كلماتهم أو خطبهم في أي تجمعات، نتيجة إن هم شايفين إن أمريكا مسؤولة عن الدم الذي يراق في غزة. أيضا لقينا إن المجتمع الثقافي والتعليمي من هارفارد إلى مظاهرات نيويورك إلى غيرها كلها بدأت تتصاعد وتعلي صوتها في رفض الحرب الإسرائيلية على غزة. يبقى إذن استطلاعات الرأي انعكست في 23، كانت أغلبها بالنسبة للأمريكان مع بقاء الحرب، 24 أغلبها مع إنهاء هذه الحرب، ويروا أن إسرائيل تقوم بإبادة جماعية في فلسطين. وشفنا بعد كده إنه في ضابط في الجيش الأمريكي انتحر حرقا احتجاجا على الحرب في فلسطين، وقال كلام لأصدقائه قبل أن يغادر الحياة، اتكلم فيها في هذا الكلام مع أصدقائه عن أن أمريكا متواطئة فيما يجري، وأنه في أمريكيين عسكريين يساعدوا إسرائيل على الأرض. لم يتم تأكيد هذه المعلومات، إنما صدمة انتحار هذا الضابط كانت مؤثرة جدا في المجتمع الأمريكي، فاللي ما كانش قبل كده عنده دراية كافية بدأ يبحث أكتر عشان يصل إلى الحقيقة. وزارة الخارجية الغضب فيها تصاعد بشكل كبير جدا، لدرجة إن المسؤولة رقم 2 اللي استقالت بعد كده من الخارجية الأمريكية، تاني أهم مسؤولة تستقيل من الوزارة،
جات لها رسائل كتير وإيميلات واتصالات من موظفين في الخارجية قالوا لها الدبلوماسيين دول إن إحنا نفسنا ناخد موقفك، لكن مرتبات وأوضاع عائلية ودخل، لولا الأمور الشخصية المتعلقة بعائد الوظيفة المرتب إحنا كنا كمان استقلنا، لكن كنا بنقولك اتكلمي علشان خاطر الناس يعرفوا إيه اللي بيحصل هناك. الغضب جوه الخارجية عبرت عنه قناة داخلية، في قناة داخلية جوه الخارجية الأمريكية من أيام حرب فيتنام، أي حد معترض على السياسة الرسمية الأمريكية من الدبلوماسيين الأمريكان يقدر يعبر عن رأيه في هذه القناة الداخلية، يعني عبارة عن تشات داخلي كل حد يقول اللي عايز يقوله ويقدر يهاجم سياسة الوزارة والحكومة والرئيس الأمريكي وينتقد، لكن كل ده داخل وزارة الخارجية الأمريكية. فالقناة ديت اللي موجودة من أجل النقد الداخلي منذ حرب فيتنام، أعلى درجات النقد فيها كانت أثناء حرب غزة أكتر مما كان أيام حرب فيتنام. وزير الخارجية بلينكن قال كل واحد يعبر براحته عن رأيه ووجهة نظره، إنما الموضوع ما كانش مجرد رأي أو وجهة نظر، ده مش موضوع ثقافي أو فكري أو فلسفي أو حتى جدل سياسي بنتناقش فيه أو رؤية اقتصادية، ده في دم، في نساء وأطفال، في عشرات الآلاف من الضحايا من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين والمفقودين. وبالتالي الموضوع مش مجرد التعبير عن الرأي والتنفيذ عما يدور في النفس، مش مجرد إبداء الرأي، لأن الموضوع متعلق إن كل دقيقة فيها دم بيراق وفيها روح بتزهق في فلسطين. وبالتالي كلام وزير الخارجية الأمريكي مش الكلام الأفضل ردا على تصاعد الغضب داخل الخارجية الأمريكية. إذن في هذه الحرب الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية التي امتدت من 23 إلى 24، وفي 6 شهور عانى الفلسطينيون معاناة غير مسبوقة منذ حرب 1948، قدر الشعب الفلسطيني هو يصمد على الرغم من ذلك كله، وقدر ان هو يقيم صلاة التراويح في شهر رمضان 2024 فوق الحطام بتاع المنازل وحتى بقايا المساجد، وقدر ان هو قدر الامكان يعمل موائد الرحمن ويعمل تكايا خيرية، وحتى بعضهم وزع فوانيس حولوا ان هم مش بس يصمدوا انما يصنعوا بهجة ولو بهجة مفتعلة علشان خاطر يقوي نفسهم على الحياة وعلى الصمود في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم. موقف مصر زي ما اتكلمنا عنه قبل كده عبر عنه الرئيس السيسي بأنه يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية. هذه الدولة تقام على حدود 4 يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية. وهذه الدولة يجب أن تكون بحسب الرئيس يجب أن تكون دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. الدولة الفلسطينية قادمة، شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احتلال إلى زوال. 2. ماذا حدث لاقتصاد الصين؟ الصين عندها اقتصاد عملاق، العالم كله متعلق بالاقتصاد الصيني بدرجات متفاوتة، يعني إذا عطست الصين أصيب العالم كله بالزكام. فالاقتصاد الصيني من 2020 بدأ يواجه بعض التحديات. معدل النمو من أول النهضة العظيمة اللي عملها الزعيم التاريخي للصين، زعيم النهضة التاريخية في الصين دينج شاوبينج من أواخر السبعينات ديت، أدت إلى استقرار معدل النمو عند متوسط 9% لسنوات طويلة. فالصين بمعدل النمو العملاق ده والاستقرار السياسي اللي كان موجود فيها منذ ذلك الحين أدى إلى نهضة اقتصادية غير مسبوقة في الصين. معدل نمو قلنا متوسطه 9%، أعلى معدل في العالم لسنوات طويلة. فالصين انتقلت من وضع اقتصادي إلى وضع آخر، وأصبحت بعد ذلك تتجاوز اليابان وبقت رقم 2 في العالم. فإذا الاقتصاد العالمي أمريكا 1، الصين 2، اليابان 3، ألمانيا 4، والهند بقت رقم 5 في العالم. تعالى بقى 1 و2 أمريكا والصين. الخبراء قالوا إن الصين بمعدل النمو ده ومعدل التصنيع والتصدير
النموذج الصيني للتنمية ده هيؤدي إلى أن الصين تكون رقم واحد في العالم 2028. بعضهم قال لأ، مش للدرجة دي، كمان 3-4 سنين فممكن 2032 بالكتير هتبقى الصين رقم واحد في العالم وتبقى أمريكا رقم اتنين. لكن الكلام ده لغاية 2020، التوقعات ما بين 2028 2032 الصين رقم واحد في العالم، أمريكا ترجع تبقى رقم اتنين في العالم اقتصاديا. لكن 2020 مع جائحة كورونا تغير الوضع كثيرا، فالصين معدل النمو الكبير بتاعها تراجع كثيرا. صح في دول تانية تراجع إلى الصفر وإلى تحت الصفر انكماش، لكن بالنسبة للصين كان في معدل نمو 2.2%. بالنسبة لكورونا كويس، لكن بالنسبة لقبل كده كان قليل. السنة اللي بعدها على طول 2021 معدل النمو طلع تاني بقى 8%، لكن السنة اللي بعدها 22 نزل تاني 3%. الحكومة في الصين عايزة تثبته عند 5% معدل نمو. لو معدل النمو استمر كده وإزاء التحديات الاقتصادية في الصين، فالصين صعب تكون رقم واحد في العالم إلا في الأربعينات من القرن الحالي، يعني من أول 2040 ممكن تبقى الصين رقم واحد في العالم، لكن مش قبل 2040. فالكلام بتاع بقى 2022 2030 الكلام ده ممكن ما يكونش واقعي، وممكن مش قبل 2040 تبقى الصين رقم واحد في العالم اقتصاديا. ايه مشكلة الصين؟ لان الصين ديت لما يحصل فيها تباطؤ في النمو يأثر في العالم كله. الصين تمثل طلب كبير جدا في العالم على السلع والموارد الأساسية في العالم، فلما الصين يقل طلبها على هذه الموارد ترخص في العالم أو يحصل مشاكل في الدول المصدرة لهذه السلع والموارد أو المواد الخام اللي بتصدرها للصين. كمان الصين لو معدل نمو تراجع والناس بدأت تقلق على فلوسها شوية، هيقللوا السفر للخارج ويقللوا السياحة، وفي هذه الحالة السياحة الصينية في العالم هتتراجع. لو السياحة الصينية تراجعت ده أسرع دول كتيرة جدا، لأن ملايين السياح الصين بيصرفوا أرقام كبيرة جدا سنويا، لو دول قعدوا في البيت أو نصهم أو تلتهم هيأثر على مواسم السياحة في دول كتيرة جدا. كمان ده هيأثر جيو سياسيا على مستوى العالم، بمعنى أن الصين بتنافس أمريكا في بحر الصين الجنوبي، في الحزام والطريق، في المحيط الهندي، في المحيط الهادي، فالمنافسة دي كلها هيبقى الصين مركزها أضعف في المنافسة إزاء الأزمة الاقتصادية. لكن مرة أخرى، إيه جوهر مشكلة الصين الاقتصادية؟ عندها نمرة واحد جائحة كورونا وما أدت إليه، وتكلمنا عنها قبل قليل. نمرة اتنين أزمة عقارية، لأن حصل توسع عقاري في الصين، وبعض الشركات اللي أخذت قروض من البنوك على أساس إن هي هتبيع الشقق أو البيوت أو الفيلات ديت للناس المستهلكين الصينيين كالعادة، واجهت ظروف اقتصادية صعبة ما قدرتش، في شركات أفلست، شركات ما كملتش البيوت، وشركات كملت لك مش بالطريقة والمواصفات المتفق عليها، وناس كتيرة في الصين دفعوا مقدمات بيوت لكن ما قدروش ياخدوا هذه البيوت وخسروا المقدمة اللي هم دفعوه. فالأزمة العقارية اللي في الصين أزمة كبيرة مش قليلة، لأن هذا القطاع بيمثل تلت الاقتصاد الصيني. نمرة اتنين حضراتكم أزمة الديون الداخلية، ديون داخلية كتير جدا موجودة في الصين، وصلت إلى رقم كبير 12 تريليون دولار. نتيجة إيه؟ إن في فائض مال كبير عند البنوك، شركات كتيرة جدا بتسحب من البنوك، فبقى الدين الداخلي وصل في المجمل بأشكاله المختلفة، إنما إجمالا وصل الدين الداخلي إلى 12 تريليون دولار. نمرة ثلاثة البطالة، البطالة بين الشباب وصلت طبقا لمراكز دراسات أمريكية وأوروبية إلى 20% بين الشباب، ودي نسبة كبيرة جدا. يبقى عندك أزمة العقارات، الديون الداخلية 12 تريليون دولار، وعندك مشكلة البطالة. أيضا هناك مشكلة رابعة، سوق الأسهم 2014 اللي هي بورصة شنغهاي، البورصة الرئيسية في الصين، حصل لها شبه انهيار 2014، وكانت صدمة في الأسواق المالية الصينية
نتيجة انهيار أو تراجع الحاد في سوق الأسهم. يبقى عندك مشكلة في البورصة وفي البطالة وفي مجال العقارات والديون الداخلية، كل ده بعد جائحة كورونا. الصين إيه رؤيتها؟ الصين رؤيتها إنه الموضوع مهما يكون ليه أبعاد قابل للحل، وإن الصين ما عملتش زي أمريكا. أمريكا ضخت أول ما جت كورونا، ضخوا رقم كبير جدا عند الناس، رموا 2 تريليون دولار للشركات الناشئة والحكومات المحلية والولايات والكلام ده كله، حطوا فلوس كتير علشان خاطر معدل النمو والاستهلاك يستمر وينقذوا الناس من التراجع الحاد لوضع الاقتصاد بعد كورونا. الصين ما عملتش الكلام ده، والصين بتقول احنا بنحاول نعمل توازن، عايزين نرجع توازن للسوق، فيش قطاع يتوحش على قطاع، وعايزين نعمل توازن جديد بين حجم الشركات الضخمة والشركات الأخرى وحجم الاقتراض وحجم الإنتاج وحجم القدرة على سداد هذا الاقتراض. فبنحاول إجمالا نصحح المسار الاقتصادي للصين بعد نجاح كبير استمر قرابة 40 سنة. الصين كمان عندها مشروع عملاق هو الأكبر في العالم، اللي هو الحزام والطريق، 152 دولة، 3000 مشروع كبير، فائض مالي ضخم موجود مخصص لهذه المشروعات. وبالتالي الصين ما عندهاش إحباط من الأزمة الاقتصادية، وشايفة أنها أزمة آمنة وتقدر تديرها وبتصحح أوضاعها، وبرضه هتكمل لما توصل إلى رقم واحد في العالم. الصين عندها ميزة فكرية وثقافية وتاريخية ونفسية، إن الصين بلد صبور مش متعجل، يعني بالراحة ممكن يقعد سنة واثنين وعشرة وعشرين بيجهز لنفس الموضوع، مفيش استعجال داخل الصين. حتى كان شارل ديغول يعني أوقات بيتكلم عن الصين بيقول أنا مش فاهم الصين، يعني بتكلم مرة مع شويلاي رئيس وزراء الصين، ده كلام شارل ديغول، فبيقول لي يعني ما نقدرش نفهم دلوقتي نتائج الثورة الفرنسية، ممكن بعد 1000 أو 10,000 سنة نفهم نتائج هذه الثورة. ده معناه ان في هدوء كبير استراتيجي لدى الصين، مفيش تعجل من امرهم، وبالتالي مش مستعجلين على رقم واحد في العالم. هم عارفين ان هم جايين وقت ما رقم واحد في العالم، فمش لازم يستعجلوا فيخشوا في مغامره. لا يفضل القاده الصينيون المغامره، انما التراكم الاستراتيجي الهادئ والتفكير الهادئ وخطوه خطوه، لان اي مغامره في عملاق زي ده ممكن تعمل هزه كبيره جدا. وحيث أنه الاستعجال على رقم واحد، ترى الصين أنها وقت ما ستكون رقم واحد في العالم. لكن نجمل ما قلنا، اقتصاد الصين لا يخص الصين وحدها، الفائض المالي الضخم ده يهم العالم ككل أو دول كتيرة جدا، لا سيما أنها دائنة لدول كتير زي باكستان، زي المالديف، زي سريلانكا. نمرة 2 السياحة في العالم تتأثر، نمرة 3 الطلب على السلع في العالم هيتأثر، وبالتالي الاقتصاد الصيني زي ما قلنا في المقدمة إذا عطست الصين أصيب العالم بالزكام. وفاصل ونكمل. ثلاثة شيخ الإسلام الذي رفضه العالم واستقبلته مصر. الدولة العثمانية كان أعلى منصب ديني فيها شيخ الإسلام، يبقى شيخ الإسلام في الدولة العثمانية المنصب الديني الأول. آخر شيخ إسلام في الدولة العثمانية اسمه الشيخ مصطفى صبري. الشيخ مصطفى صبري دخل في خلاف مع الكماليين، وهو طبعا كان مؤيد لآخر السلاطين العثمانيين اللي هو وحيد الدين. البعض بينتقد شيخ الإسلام مصطفى صبري إن هو وافق مع وحيد الدين على إن الدولة العثمانية بقت نص تركيا حاليا، وحتى الجزء اليوناني فيها كان بيدعو الحاكم اليوناني، وبالتالي إن الدولة العثمانية انكمشت إلى ما يعادل مساحة نصف تركيا الآن، لما كان في احتلال أوروبي لتركيا بعد الحرب العالمية الأولى. وإن مصطفى صبري أقر سلطان العثماني على ذلك، فده من بين النقد الذي يوجه إليه. إنما الشيخ مصطفى صبري كان من علماء المسلمين التقال، ولما اختلف مع الكماليين هرب منهم وجردهم الجنسية، راح اليونان ولف كذا بلد. وهو في اليونان طلبوه الكماليين في تركيا
عشان خاطر يتحاكم هناك لف على جميع سفارات العالم الإسلامي، كلها رفضت بلا استثناء إلا السفارة المصرية اللي كانت موجودة، فوافقت على إنه يأتي شيخ الإسلام إلى مصر. وجاء الشيخ مصطفى صبري وعاش في مصر بقية حياته ودفن فيها. ولما كان موجود دخل في نقاشات كبيرة ومناظرات مع طه حسين العقاد محمد عبده، وكان مهذب في النقاش، وكان برضه جزء من الثراء الفكري والنقاش اللي كان موجود في مصر وقتها. عمل كتاب اسمه أسرار الدولة العثمانية، رد فيه على اتهامات التيارات السلفية للدولة العثمانية في عقيدتها، ورد ودافع عن عقيدة الدولة العثمانية ان هي مش عقيدة ابتداع او بدع او تقترب من الشرك كما اتهمها بعض غلاة السلفية. وله كتاب مهم جدا اسمه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، وده كتاب ضخم جدا بيدافع فيه عن الإسلام في مواجهة الإلحاد، وبيستعين بالعلم في مجالات مختلفة للدفاع عن ذلك. مجمل القول في شيخ الإسلام مصطفى صبري آخر شيخ إسلام في عهد الدولة العثمانية أنه حين طاف العالم وضاقت الأرض كلها وهو في اليونان، ورفضت جميع سفارات العالم الإسلامي استقباله، مصر هي التي استقبلت مصطفى صبري ورحبت به هنا واحتفت به عالما وداعية ومؤلفا إلى أن رحل في نهاية حياته. هكذا كانت مصر على الدوام الوطن العظيم لكل من لا وطن له من علماء ومفكرين عبر العصور. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.